صباح النور، صباح الخير، صباح الصحة والعافية على جميع المشتركات. اللي مش مشتركة تشترك وتفعل الجرس بيوصلها كل جديد، واللي مشتركة مرحبا بها. اليوم روتين هنبدأه بطريقتي في تحضير اللوبيا. هنا عندي اللوبيا، نحطيتها شوية في المسخون ونخليها مدة ربع ساعة. في ربع ساعة هذه رجعت الفراش، هويت البيوت وهزيت السرة تاعنا، رتبتهم. هنا رجعت للوبيا، هنصفيها من الماء. هذا الماء اللي هنحطه لانها الفاصوليا حتخرج الغاز اللي فيها، الغازات اللي فيها في الماء هذا الدافئ السخون. ومن بعد حطيت لها ماء نظيف ماء جديد وحطيتها في الكوكوط وقفلت عليها، ما نداويها ما حتى حاجه. رجعت للخضره تاعي، راني غسلتها وحطيتها لتما تستقطر. وهنايا بعد ما طابت لي اللوبيا لقيتها دخلها طياب. هنايا عندي حندير سالاد فروي، جبت شويه فراز. درك الفراز راهو طاح شويه، راهو غير ب20,000، ما من بنان تاني طاح ما عليهش. شريت شويه شويه، وعندي البيطراف تاني. البيطراف غليته وصفيته. هنايا تاني هنقطعو باه نديرو سلطه. هو البيطراف مليح اللي عندهم مشكلة الامساك، ديروه كل يوم سلطة، كلو شوية حط السحب بالراحة. وهنايا سالاد فخوي، انا قطعت الفراز وقطعت البنان ودرت عليهم السكر. وعندي ما ورد مقطر ولا ما ورد عادي، ماشي مشكل نورمال. نحط شوية وحنزيد شويه لافاني. لافاني حتمد تذوب بنين في سلطه فروي تاعنا. انا نديرها يعني بدا في هذه تاع الفراز والبنان نديرها، ثم مدام الموسم تاع الفراز نديرو قبل ثم ما يفسد لنا. ودي نبروفيتيو كيما نقولوا لوكازيون وياكلوه ولادنا باسكو هو يعجبهم. هنايا حنرجع للبيطراف. البيطراف كيما نعدت لكم من قبل، انا نقطعو بهذه القطاعه، شريتها ب5,000 وعندها وحده خلاف تقطع العجين ب5,000، ثم في زوج شريتهم ب10,000، ماشي غاليه وزيد تقطع روعه. انا كنت ديما كي نحضر هكا العراس ولا يعجبني ديكوراسيون تاع هذا الزيكزاك في الخضر تاع السلطه، بصح ما لقيتش حاجه يعني اللي قطعتها لي وعجبتني ابار هذه. جربتها هايله، تقطع روعه كما راكم تشوفوا، نقطع طول بها. هي مخصصه للعجين وشي هو، انا قطعت بها الخضره ماشي مشكل. ميم في البطاطا والسناريه عطاتني نفس النتيجه، هايله عجبتني. هنا بعد ما كملت التقطيع تاع البيطراف
انا بالطرف ما نديرلوش لاصوص ولا ندير له غير زيت عرب وشويه ملح كيما راهو باين هنايا. ندير غير الملح وزيت عرب. وكيما قلت لكم اللي عنده المشكل تاع هشاكم الامساك ولا عنده المصران مليح البطراف مليح حيساعدكم. انا هاد السلطه هادي تاع البطراف ما تخطينيش من الدار، ديما نديرها. ولادي وراجلي ما يشتيوش تاع الريش بزاف، بصح يشتيو تاع السناريه والبطراف، يشتيو الماسيدوان، هادو يحبوهم يتكلوا. نشارك معكم كيف نحافظوا على الفراز. الفراز نفرش له نفس البابي هذا ونحطه فيه بعد ما يكون غاسل التو، ونزيد نغطيه من فوق ونحطه في بورتمونجي. حيقعد لي حيحافظ لي هذاك البابي على الفراز مدة طويلة. وهنايا الخضرة، الخضرة بعد ما قطرت حطيتها في القراطل تاعي، وحطيت حفظت الكرم في الساشية من الحار، حطيته في الساشيات لأنه كمية كبيرة شوية. أما الخضرة الأخرى ما غلفتهاش لأنها قليلة وحنستهلكوها في الأيام هذه، سما مش حتطول لي يعني مش حتفسد. وحنرجع هنايا للوبيا حنداويها. قلت لكم بعد ما حطيتها في الماء وطابت يعني دخلها طياب برسك طايبه ما بقات لهاش بزاف. انا لتما وين حنداوي نحط سنينات تاعته، حبه بصله وحبه طماطم. حنرحيه من مليح، نرحيوه من مليح في الروبو. اللي ما عندهاش الروبو ديرها مبارك في ترابيه مليح وخلاص في الرقيق ولا. وعندي الطماطم تاني مصبره. ونبداو نداوي اللوبيا. اللوبيا هذه حتجي بنينه بزاف بزاف وتجي لابيه، يعني تجي المرقه تاعها لابيه مليحه. هنا حطيت الطماطم والبصله والثوم، مش اللي شويه الطاس تاعي سما نزدت فيها شويه ماء. ونحطوا الزيت نداوي كيما ما عارفين نداوي، يعني الاغلبيه حيداويو بنفس التوابل. هي هنايا عندي كيما نقولوا لفاوي ولا راس الحانوت، لفاوي مشكله هذه. عندي هنايا حمار منها يطلق الحمارة ومنها يطلق البنة لأنه تعيناش حار. هنايا الملح ندير زوج مغارف صغار تاع ملح. هادو هما التوابل تاع اللوبيا. ونحط شوية فلفل الكحل. ديروا الطريقة هادي وحتعجبكم بزاف، وحتجي اللوبيا تجي اللوبيا يعني بنينة ولا بيع الكيف. انا حطيت ثاني مغرفه تاع طماطم مصبره، وهاي هنايا حنخلط المكونات اللي حطيتهم ونزيد نخليها الطيب. هنا كي تشوفوا راهي تبان مايها، دركا راهي حتشرب التوابل تاعها وطيب في المرقه تاعها تجي مليحه. في الوقت هذا انا كنت خسلت ديجا الماء نتاعي، وحنرجع لحشاكم للتسياق. انا التسياق سيقت بهذا الامير الغوز، وهذه الامير الكبيره ماهيش سانيفو، اي جافيل تاع
شريت ونية تاع ليطرات وفرغت فيه هادو الصغار، ما يجيني سهلين الاستخدام. ورجعت هنايا حاجاكم للدوش، نغسل لافابو. ننصحكم بهاد الخزم هذا، هو ما يجرحش ويحك مليح ويدوم يطول. انا كي نستعمله في الكوزينه نردوه هنايا بعد ما يدير شويه. هنا بدلت المنظمات تاع الدوش، شريت هادو زوج ب5000، وشريت هادوك اللي جايين كي الكاس شريتهم زوج ب7000، شريت 4. حطيت فيهم لي بروسادون المشاطي، حطيت فيهم هادي تاع اللي نشلو بها فمنا حطيت هنايا حاجاكم لي جوطابل. لتحت عندي هذيك المنظمه تاني، شيتها باقيلا 12000 ولا ما شفيتش مليح، حطيت فيها لي سيروم وتاع بنتي. هذه تاني المنظمه شريتها 12000 يمكن، حاطه فيها نايا الخزم الكاسات. وهذا هو التنظيم تاعي انا تاع الدوش، تنظيم ساهل وزيد وبسيط، مش حيكلفك حوايج بزاف. وانا يا ديجا راني مانيش خادمه الدوش تاعي بصح، لازم العبد يتهلا فيه شويه باه يبان. هنايا عندي الامير تاع السجاج، انا ما يمسحليش مليح. نرجع لكم الساع للوبيا. هنايا اللوبيا راهي طابت، جات بنينه، جات روعه. هنا حنزيد لها شويه زيت عرب ولا زيت زيتون، وحن نقص لها المعدنوس. المعدنوس انا نشتيه، انا نحبه في الماكله تاعي، نزيدو بزاف. وهنايا في اللوبيا حيمد بنا روعه. جربوا قلت لكم الطريقه هذه وحتنجحوا فيها بربي ان شاء الله. انا شاركتها مع اسم البنات اللي ما يعرفوش ولا اللي يدخلوا للكوزينه، ولا تجي اللوبيا لابية تجي روعة. هنا رجعت تاني للقش، راني من حاجة لحاجة. نهار مشارجي بالخدمة، انا هنايا القش هذا الابيض ولا شيفونات كيما نقولوا تاع الاولاد تاع الخزم تاع حاجاكم تاع الخشم، حطيت لومو ونحط شوية جافيل. انا يعني ملي نحط الجافيل وحده حيصفر لي الحاجة وما تخرجش مليح، ما عجبنيش. كونترير كي نحط لومو معاه حتخرج روعه، تخرج بيضه تشعل. كيما قلت لكم هنايا حنمسح السجاج، فرغت في القاروره هذه لانها هذيك فسدت لي. هنايا النصيحه تاعي انكم ما ديروش طول بهذاك الماء تاع السجاج. الماء تاع السجاج كي جربته يخلي لي طول السجاج تاعي شهب، ما يعجبنيش. بالصح كي درته نص بيه ونص خل ابيض يخرج لي السجاج روعه. مالفا نمسح ونزيد نعاود بالكارط باه يعني تبان شويه. بصح هنايا بعد ما عدت نمسح بيه وبالخل تخرج روعه، يمسح على الكيف. وخير من تمسحي طول بالخل، حتقعد الريحه تاع الخل ماشي مليحه في الدار، عكس كي تحطيه مع هذا بعد تاع السجاج هو ديجا فيه الريحه مليحه. وهنايا راني مسحت به حتى الحطب الكاردروب، ويعني عطاني نتيجه مليحه عجبتني. هنايا حنرجع للبورت شوسيغ نمسحها من برا ونمسحها من فوق من داخل. حنعطيكم زوج تدابير ديروهم في الخزانات وفي البورت شوسيغ خاصه. بعد ما نمسحها انا من برا مليح، نمسحها حتى من داخل بنفس السائل. هنايا راني مسحتها، مسحت لداخل الطاجه. هنا عندي مسك نحطو فيه هذه تاع الحلويات ولا نعلقها. هذه كانت معلقه في الباب، هذه ريحه هكا بارفومي تطلق جال هكا لداخل كي الصابونه كيما راهي تبان.
هي انا كانت لصقت ملصقتها في الباب عندها اللصقه من لورا، بني صغير طيرها ما بقاتش تلصق، وشي وحطتها لداخل تطلق ريحه مليحه. ما ملمسك هذاك اللي في الساشيه يطلق ريحه روعه، ما تتنحى ريحه الصبابط. الكوتي هذا تاني حنمسحه ونزيد نزيد نعدل شويه صبابط، ودرت فيه نفس الساشيه تاع المسك. هذا المسك انا شريته قالوا لي تاع الحج ب 15000 الوحده. هنا بعد ما مسحت هذه نحط فيها المساسك تاع والنقاقب تاع الخمار، باكي نعود خارجه نلقاهم قدامي. وهذه بواط انا نحط فيها، انا مقلبسها هكا باه ولادي ما تجيهمش، تجي صعيبه للحلان تبان لهم كلي مقفوله. نحط فيهم تاع الكره تاع التريسيتي، نلقاوهم طول قدامنا. والقجر نحط فيه هادو السليلات صغيرين، هزين لي الوان بحوايج داك كراس نكتب فيها نايا، حتى ميم القرعه تاع ديزودوريزو حطتها في الباب باه كي نخلص خدمتي نرش الدنيا. وهذه تدبيره خلاف، انا شريت ساعه ولقيت فيها هاد البونج. البونج هذا كاينين حتى اللي يتباعوا كيما تاع الطوموبيلات، حطيتهم في الحافه تاع تاع الخزانه باه كي نقدمها للحيط ولا نكركرها ولا نتازيها ما تخبش ليش الحيط، ما تنحيليش الصبغه. هذه تاني تدبيره مليحه وسهله، وهذه اللصقه بعد تلصق من جهه واحده. وكما قلت لكم المحلول هذا كانايا نمسح به كل شيء، كما هنايا هادو لي فاصاد، لي فاصاد اون نوار يحكموا بزاف الغبره. على هادي انا نحط فيهم لي ناب طوال، كي تكون فاصاد نوار وتحكم الغبره ديروا فيها ناب طويله، ما ديروش دو ناب ولا تروا ناب هكا صغار، لانها الغبره حتبان لك. عكس كي تحطي ناب طويله حت الغبره ما تبان لكش وما تحكمش في السجاج، حتحكم لك في الناب. ناب تنحيه تنفضيه وتعقبيه مسحه خفيفه. هذه تانية نصيحه انا هنايا في هذا الفيديو، يعني كثرت من التدابير والنصائح اللي نستعملهم انا في داري وحبيت نفيدكم بهم. ان شاء الله يعجبوكم وتستفادوا منهم. وانا يا ما عنديش بزاف ديكورات في الدار، ما شريتش حتى مره خلاف العبدي يشري بشويه بشويه. هنايا اللوبيا بعد ما طابت وحطيت في الصحن نزيد لها شويه زيت زيتون، واللي تحب البصله دير تاني، تقطع البصله وديرها تجي بنينه. انا ما حبيتش به تقعد، به ما تقعد ليش الريحه تاع البصله، وجات لابية جات بنينة وطيبة روعة، ننصحكم تجربوها. وهذه اللوبيا يعني طيب بلا ما نرنخوها، هي تجي بزاف بنينة وطيبة مليح. وهنا يا بعد ما حاجاكم سيقت الدار كاملة، حبيت نفيدكم بهاد الفروطوار. انا هذا سهل عليا بهاد البشبوشة، بعد هادي هي اللي تنشف مليح وتجبد روعة. وهنا يا بعد ما خلصت السياق ومسحت الدار، مسحت كل شيء غبرة سجاج كامل، انا هنا يا مالفا هاد اللوت كولون نحطه في قرعة تاع اللي كيما تاع الريحة، نفشفش فوق الفراش تقعد لي ريحة كيما نقولوا طيبة مليحة. هنا حبيت نفيدكم بتدبيره يعني اقتصاديه ومليحه. انا هنايا شريت قماش تاع ازار، شريت مترتين وربع، مترتين وربع هذه دارت لي 6 مخاد. خير من نروحو نشريوهم، نشريو انا مالفا نشري الغلاف تاع المخده ب 35، يعني زوج ديجا راهم 70000. انا هذا الكتان هذا الليزار شريته مترتين وربع ب 45000،
45,000 هادي تاع لي زار دارت لي 6 مخاد، وزاد خيط لي الراجل ثم الخياط خيط لي المخده ب 10,000، يعني 6 ب 60,000 مع 45,000 جاتني 110، دارت لي 6 مخاد وعجبوني كاملين، جاوا روعه. يعني هذه نصيحه اللي عندها العائله ولا اللي عندها تاني الاولاد، ملاح هادو المخاد ويجي اقتصاديين احسن من اللي تشري وحده ب 35. وهنايا هو لقم لي شويه، بصح لقم لي لداخل وغير زوج مخدات جاو ما يبانوش، وعجبني المظهر تاني تاع ليزار مع ليزارات تاع دركا، الله يبارك يسخفوا. انا خيطت المخاد، خيطت ليزارات الاولاد، وخيطت تبديله للمطارح 3 أوس و 6 مخاد، نديرهم في الصيف بربي ان شاء الله، لانه في الصيف العبد يشتي كيما نقولوا يتمد على المطرح، ولا مليحه حاجه بارده خير من الزرابه، خير من الكوفرليات الخشان. هادوك شريت هاد القماش ودرت منه تبديله تاع كانابيات خفيفه للدوم، وفضل لي القماش اللي فضل لي قلت له ديره لي زوج مخاد تاع وساد، بصح انا كي جبتهم جاوا المخاد جاوا كبار، جاوا باهيين على كيف، عجبوني كيما راكم تشوفوا، جاوا روعه، جاوا كبار، ومام الكاليتي تاع هاد القماشات اللي تباعوا دركا تاع الكتان ملاح كتان، يعني تاع الصح ما يحولوش وما يتنحاش اللون. وشي هو انا ننصحكم كي تغسلوا لي زارات تغسلوهم بالماء بارد باه ما يفسدوش وما يحولش اللون. هنا كي انا شفت المخاد شفتهم كبار عجبوني، قلت نزيد لهم مترتين ونص، ندير لهم ليزار فوقاني ونديرهم فراش تاع سرير، يعني مترتين ونص حنشريهم انايا ب 50,000، وندير لهم الاوس تاني ب 50,000. الاوس حنديرو في الغوز في الاوني، والازار نديرو بربي ان شاء الله في هذا التيشي بعد، يعني 50-50 راهي 100 مع هادو ما تجيش حاجه كبيره. مع الاوسانيه تاع دو بلاس كيما هذا حنشريه في الغوز بربي ان شاء الله. هذا تاني راني شريته خيطته جديد، شريته المتر ب 20، شريت مترتين ونص، مضرب المضربه تاعي كبيره وملفه تقعد لي عريانه منو من فلي اوس تاوعي. هذا جاني كامل ودخل للداخل، هو فيه لي موتيف هكا فلوري هكا، وخيطته ب 20,000 من عند هذا الخياط، لاني عندي هذا الفراش ما عندوش اوس، جبت له الباج. وهذا حندير له اوس في الغاز وندير الازار نفس التيشي بعد، راهو كاين ان شاء الله. يعجبكم التدابير والنصائح، وربي يجازيكم على التعليق.